بعض النقاشات لعوامل هذا البرنامج، والتأكد أن الحكومة المصرية بتنفذ الحقيقة، وبناء عليه تمت الموافقة، ومجلس إدارة الصندوق وافق في 11 نوفمبر 2016 على برنامج الإصلاح. ويمكن مهم قوي ان احنا نعرف ان احنا مش بناخد قرض، يعني ما بنديش عقد قرض. ده حتى كلام قلناه وقت ما كنا في البرلمان بنحصل على موافقة البرلمان على الاتفاقية. الحقيقة هو الموافقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، ماشي، ده بالمعنى العام. والأهم من كده ان احنا اللي بنحصل عليه من اموال هو له علاقة بحصتنا في الصندوق. احنا كدولة لينا حصة في الصندوق. البرامج اللي ممكن تبقى موجودة في الصندوق ممكن تبقى برنامج لمدة عام، وممكن أكثر من عام، وممكن 3 سنوات. والبرنامج المصري النهاردة من أكبر البرامج اللي في صندوق النقد الدولي، مدته 3 سنوات، 12 مليار دولار بتتاخد على 3 سنوات، بيتم مراجعات للأداء الاقتصادي ولتنفيذ البرنامج بصفة دورية مرتين في السنة، علشان نراجع إنه تحقيق البرامج اللي احنا البرنامج الإصلاح اللي احنا قلناه وان احنا بننفذه. فالحقيقة كان اللقاء إيجابي جدا، كانت يعني من ناحية السيد الرئيس يعني كان يعني أثنى على مساندة الصندوق لمصر ودعم الصندوق لمصر في البرنامج، وهي من ناحيتها مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحتى أوتبوت كلمة يعني كلمة لي هتنشر على الويب سايت بتاع الصندوق، انه المهم انه الشعب المصري يشعر في اقرب فرصة ممكنة بنتائج الإصلاح الاقتصادي اللي بيتم والتحسن وخلق فرص عمل والشعور بالتحسن في حياة المواطنين. طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه بعد الإجراءات اللي تمت في ضغط على مستوى التضخم في الأسعار ناتج من الإجراءات اللي تمت، واللي طبعا اللي أهمها كان التعويم للجنيه المصري ووضعه في إطار يعبر عن سعره الحقيقي في ظل الظروف اللي كنا بنمر بيها. طبعا تاريخيا زي ما حضراتكم عارفين احنا يعني انتظرنا كثيرا، وبالشكل اللي أثر علينا، بالشكل اللي ساهم في توسيع وزيادة فجوة الميزان التجاري بشكل كبير جدا. حجم استيرادنا وصل لأرقام تختلف من 75 و80 مليار دولار. حجم صادراتنا لم يتحسن بل قل على مدار السنوات. احنا قبل 2011 كنا وصلنا لمستوى صادرات يتراوح ما بين 25 ل 30 مليار دولار، احنا حاليا في حدود 18 مليار دولار. طبيعي انه الدول بتعمل على زيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات وتحسين الصناعة والتأكيد على التنافسية للقطاعات المختلفة في الاقتصاد.